تعزيز آلية التعاون في مجالات الاتصالات والسيارات صديقة البيئة باستخدام الغاز الطبيعي أحد أهداف اللقاء الذي جمع بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع وسفير جمهورية المجر بالقاهرة. أهم مجالات التعاون أن الهيئة ومصنع سماف تحديدا بيتعاون في صناعة العجل الخاص بالقطارات بواج السكة الحديد من 40 سنة تقريبا، والحمد لله البواجي ناجحة وهي المعتمدة من هيئة السكة الحديد. ده مجال مستمر وناجح جدا، وعلى نفس النمط احنا كنا بندرس النهاردة ونتناقش النهاردة ازاي ان احنا بقى في شركات اخرى مع شركات مجارية اخرى في مجالات اخرى. الجانب المجاري اشاد بالنجاحات التي حققتها مصر في المجال الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمارات. حققت مصر نجاحا كبيرا في تحسين مناخ الاستثمار، ونحن معجبون للغاية بنموذج العاصمة الإدارية الجديدة وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها مصر، ونسعى لشراكات كبيرة مع المؤسسات الصناعية المصرية. الوفد المجري أشاد كذلك بالإمكانيات التصنيعية والفنية الهائلة للهيئة وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وهو ما يشجع الشركات المجرية على الدخول بقوة إلى السوق المصرية. شريف رضوان، التلفزيون المصري.